نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي أيام التعاون الأوروبي اللبناني بقصر اليونسكو ببيروت بحضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا إيفوريست ووزير الاقتصاد والتجارة الأولى نحاس والنائب ياسين جابر، بالإضافة لعدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وبيهدف الحدث الممتد ليومين لزيادة وعي الرأي العام حيال البرامج يلي بيمولها الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء بلبنان. افتتاح انستيتيو إكسوغار يلي بيضم صالون تجميل بالإضافة للعناية الكاملة بالبشرة بالجسم وبالأظافر. إطلاق ماركة جورجيو أرماني ميك أب بأبيسيد باي. أطلقت شركة LG منتج إلكتروني جديد خلال لقاء شرح القيمون عليه أهمية ومدى جودة هالمنتج. بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، عرضت الجمعية الدولية لمتلازمة داون الفيديو دعونا ندخل أريد أن أعمل يلي أنتج بالشراكة مع جمعيات لأشخاص عندهم متلازمة داون ب 86 بلد بما فيهم لبنان، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بفندق لو جابرييل بالأشرفية بحضور ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله والممثل جورج خباس. مطعم هانغوت لمؤتمر صحفي خاص لأصحاب المطاعم والمقاهي بلبنان.